السلام ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع شيفات فاطمة. بالنسبة للمقادير بالعربية راهم في آخر الفيديو. وصفة اليوم حلوة الصابلي بمربى المشمش. هذه الحلوى أيضا تستهلك بكثرة وتحضر بكثرة في كل المناسبات. يوجد عدة وصفات لتحضيرها. العجينة اللي غادي تشوفوها معايا في هذا الفيديو هي بالتقريب نفسها اللي شفتوها معايا في تحضير عجينة ليزاموندين. زدت لها خميرة الحلوى باش تجي هشة أكثر. هذا الصابلي عند لمسه تكون عنده هيئة صلبة وعند تناوله يدوب في الفم. وبالنسبة للشكل لا يتغير عند طهيه. هذه العجينة مصنوعة بزبدة التوريق، وانا عملت لكم من قبل فيديو نتاع الصابلي بالزبدة العادية، رابط الوصفة راه تحت الفيديو. سنمر الآن مباشرة إلى مكونات العجينة وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لمكونات العجينة نحتاج 200 غرام زبدة أو مارغارين العادية، نحتاج 100 غرام زبدة التوريق. زبدة التوريق تعطي ذوق رائع للحلوى نتاعنا. نحتاج أيضا بيضتان، نحتاج 150 غرام سكر ناعم أو ما يعادل كأس ليرفد 250 مليلتر يكون مملوء جيدا كما راكم تشوفوا فيه. نحتاج أيضا 450 غرام فارينة الخاصة بالحلويات أو فارينة تي 45، إلا ما كانتش حاضرة عندكم 400 غرام فارينة عادية أو 4 كيسان ناقص منهم واحد الآن سنتيمتر. من الأفضل يكون عندكم ميزان. نحتاج أيضا عطر الليمون أو قشور الليمون وملعقة صغيرة نتاع سكر فانيليا. نضع في إناء الخلاط الزبدتين، زيد عليهم السكر الناعم وسكر فانيلا والبيضتان، تبقى فقط الفارينة. وغادي نزيدو أيضا عطر الليمون، الفارينة فقط اللي تبقى في الأخير. وغادي نوضعوهم يتخلطوا مليح في الخلاط، دائما في الأول بسرعة قليلة باش من بعد نزيدو في السرعة حتى نتحصلوا على كريمة ملساء. هاد العملية تقدروا تقوموا بها بالباتر العادي. هيا لهنا كاع المكونات تخلطوا مليح، واحد العمليه تستغرق واحد 2 هكا ولا 3 دقائق بهذا الخلاط. شوفوا الهيئه نتاعها جا كيما الزبده، كلش راه متجانس هنا. في الاخير غادي نزيدو الان الفارينه كما قلت لكم 400 غرام فارينه عاديه او 450 غرام الفارينه الخاصه بالحلويات. غادي نوضعوهم كاع على ضربه. من بعد من نديرو الفارينة غادي نزيدو لها نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى فقط للصابلي. إلا استعملتوه ليزاموندين ولا لي فون دو طارت ما ديروش خميرة الحلوى. خميرة الحلوى غادي تجعل الصابلي تكون هش أكتر. من بعد أيضا وضعتهم في الخلاط واحد الدقيقة حتى يتجانس الخليط وتحصلت على هاد الهيئة اللي غادي تشوفوها. هيا لا تكون هنا تتلاصق. من بعد هاد العجينه غادي نحطوها في الثلاجه وغادي تشد روحها غايه. غادي نحكم ورق الطهي او بابي سيغي ونحطو فيه العجينه نتاعنا. هاد العجينه انا حضرتها في الليل وحتى الغدوه عاد استعملتها باش تشد روحها مليح. هنايا الزبده كاع راهي طريه، كي غادي نديرها في الثلاجه غادي تشد روحها غايه. غادي نغلق عليها مليح ونضعوها في ساك اون بلاستيك وندوها في الثلاجه باش حتى الزبدة تشد روحها مليح. هذا النوع من العجينة تجي بنينة بزاف. بعد ما ارتاحت في الثلاجة مليح والعجينة شدت روحها، سنأخذ كمية منها ونخدموها مليح بيدينا باش نطليها قليلا. بعد نحطوها فوق طاولة العمل، نكونوا راشين فوقها قليل من الفارينة ونقوم بتوريقها على سوق 5 مليمتر. إلا حبيتوا صابلي يكون شوية سميك ورقوها على سوق تاني سميك. من بعد غادي نأخذ إطار دائري، حجمه هو اختياري، وغادي نقطعوا به دوائر. من نقطع الدوائر نوضعهم في بلا فيه قليل من الفارينة أيضا. بعد ذلك غادي نقوم بتقب نصف الكمية نتاع الدوائر. أنايا درت دو بلا، واحد خليته ماشي متقوب والثاني تقبته كامل.
تقبته بإطار يكون صغير، ولا تستعملوا الطوابح هذوك الخاصين بالصابلي. وتقدروا أيضا تستعملوا أشكال أخرى، شكل قلب أو شكل وردة. أيضا نفس الشيء، إطار كبير تاع قلب نقصوا به، ومن بعد قطعة وحيدة نتقبوها بإطار تاع قلب يكون صغير. على هذا الشكل هيا هذه كاع الكمية اللي تحصلت عليها. نقوم الآن بطهي الحلوى نتاعنا في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ما يعادل 350 درجة فارنهايت، لمدة 20 حتى 25 دقيقة، أو حتى تشوفوه اتحمر شوية. هاولا الكاطو نتاعنا هنايا راه طاب، غادي نخلوه حتى يبرد تماما، عاد باش نقومو برشه بالسكر الناعم. ما يليقش ترشوه بالسكر الناعم هو ساخن، لاخاطش كان ديروا هذه العمليه وهو ساخن غادي السكر يذوب لكم. خلوه حتى يبرد مليح، من نرشو جميع الحبات نتاوعنا غادي نقومو بقلب الحبات اللي ماشي متقوبين. المساحه اللي تكون السفليه هي اللي غادي نحطو فوقها مربى المشمش بهذه الطريقه او بواسطه ملعقه. لا دوي هي تساعد اكثر في العمل وتسرعوا في الخدمه وتكون عندكم خدمه ثاني نظيفه. من بعد نغطوا المربى المشمش بقطعه تكون متقوبه على هذا الشكل. نفس الشيء ايضا بالنسبة للقطع على شكل قلب، نقلبو الجهة جهة القطع اللي ماشي متقوبين ونحطو فوقها مربى المشماش ونلصقو من بعد بقطعة اللي تقبناها. ويستهلك الصابلي 4 ساعات او 5 ساعات بعد تحضيره بهذه العمليه باش تخلو حتى يلصق مليح. وهنايا الا شفتوا خاص شويه كونفيتور تقدروا تزيدوا ايضا. ها هو الشكل النهائي نتاعه، شكل جميل. غادي تشوفوا كيفاش جميل الداخل، كما قلت لكم عند لمسه يبان صلب لكن عند الذوق يذوب في الفم. وشهية طيبة. هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه الآن عملته بالزبدة العادية، الرابط راه تحت الفيديو. وهذا أيضا بنفس العجينة عملت بها هذا النوع من الصابلي بالشوكولا. غادي نقدم لكم بعض الملاحظات بالنسبه للعجينه. هذه العجينه تقدروا تحضروا بها لي فون دو طارت تاع الليمون، طارتولا تاع الليمون، طارتولا بالفواكه، طارت فلون، طارت او بوم ايضا. لكن من ديروا لي فون دو طارت ما لازمش ديروا خميره الحلوى، تستعملوا كما استعملناها في لي زاموندي. وملاحظه ثانيه، هاد العجينة تقدروا تحضروها بكميات كبيرة وتوضعوها في الثلاجة أو المجمد وتستعملوها عند الحاجة. مدة الاحتفاظ بها في الثلاجة تقدروا تحتفظوا بها حتى الأسبوع، وفي المجمد حتى 3 أشهر. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.